يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا يا نسمات بلادنا ودينا عبلادنا اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعادنا ويا نسمات بلادنا ودينا يا نسمات بلادنا ودينا اشتقنا تنلاقي الحلوة تلاقينا بلهجتها الحمصية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السورية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي للعنبات الحلياني بقلب الجرة منتظري عن باب الحليانين بقلب الجرة منتظرين شو بتحسوا مشتاقين سيروا نخب بلادنا يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا اشتقنا تلاقي الأحباب طولنا ببعادنا يا نسمة بلادنا ودينا بلادنا يسعد صباحك سالي. يسعد صباحك زينب وكل عام وانتي بخير. كل عام وانتي بألف خير وكل عام وكل امرأة سورية قادرة متمكنة تخطط الصعاب بإرادتها لتنجح وتنجز وتتعلم وتكون إلى بصمة فعلا نافذة في المجتمع. إلى تحية اليوم إلى كل عام وانتي بألف خير. أكيد بنقول للكل النبل رحلتنا الصباحية يسعد صباحكم وأكيد ضمن صباحنا لليوم عم نطلع عليكم من مطعم بيرلانت مع ضيوف وأخصائيين بكافة المجالات إضافة لإضاءة على بعض الفعاليات بمختلف المحافظات السورية. أكيد ضمن صباحنا رح يكون عنا كتير من الفقرات المميزة، لكن قبل ما نبدأ بدي أرجع عايد على سالي، بدي أقول إن شاء الله هيك يا سالي فعلا المرأة السورية تكون أكثر قدرة على كسر القيود الموجودة وحتى تحقق نفسها. أهم شيء أنه تحب حالها وتحقق نفسها. صحيح زينب، مثل ما ذكرت وأكيد المرأة السورية، خلينا نخص المرأة السورية كل عام وجميع نساء العالم بألف ألف خير، ولكن رح نخص المرأة السورية باعتبارها أثبتت إرادتها قدرتها اللي فقدوا رب منزلهم أزواجهم أبنائهم وكانوا قادرات على العمل وعلى تربية الأولاد، وأكيد يعني ما في بيعجز الكلام أكيد عن وصف النساء السوريات. كل عام وجميع نساء العالم بألف ألف ألف خير. أكيد مثل ما ذكرت زينب عنا فقرات بتخص المرأة ومواضيع عديدة ومتنوعة. كونوا معنا بحلقة مميزة جدا بعد الفاصل. سالي هلا بنروح لمجموعه من الاخبار الغريبه والمفيده ويمكن لاول مره بنسمعها بهالتقرير.
بكل يوم معلومة جديدة ويمكن غريبة رح نتعرف عليها. هل تعلم بأن المحيط الهادي يغطي ثلث الأرض؟ وهل تعلم بأن حوالي 90% من سكان العالم يعيشون في نصف الكرة الشمالي؟ وهل تعلم بأن دولة الصين تعد أكبر منتج للأرز في العالم تليها تايلاند؟ وهل تعلم بأن غاز الأكسجين عديم اللون إلا أنه أزرق اللون في الحالتين السائلة والصلبة؟ وهل تعلم بأن الجاذبية على سطح القمر تبلغ ثلث الجاذبية على سطح الأرض؟ فمثلاً حين يبلغ وزن الشخص 68 كيلوغرام على سطح الأرض فإنه يزن 11 كيلوغراماً فقط على سطح القمر. وفي حال تمكن الإنسان من الوقوف على سطح الكوكب المشتري فإن وزنه سيبلغ ضعف وزنه على الأرض. أيضا زينب رح نروح لمجموعة من الأحداث شكلت بتتالية عبر الزمن حكاية يوم. اليوم 8 آذار كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها بعام 1576 المستكشف الإسباني دييغو غارسيا بالسيو يشاهد أول أنقاض مدينة المايا القديمة في كوبان. بعام 1618 يوهانس كيبلر يكتشف القانون الثالث لحركة الكواكب بما يعرف بقوانين كيبلر. بعام 1911 بدء استعمال البصمات للمرة الأولى كأداة للكشف عن الجرائم. وبعام 2017 انهيار نافذة أزور وهي إحدى المعالم الطبيعية المميزة لجزيرة مالطا جراء عاصفة هوجاء. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1879 أوتو هان، عالم كيمياء ألماني وحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعام 1944. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1923 يوهانس فاندر، عالم فيزياء حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1910. والثامن من آذار من كل عام هو اليوم العالمي للمرأة. هي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. نهاركم سعيد. الساعة الأولى مساحتنا الصباحية رح تكون مخصصة للطفل. رح نحكي اليوم عن مصطلح سوء التكيف، وهذا الشيء ناتج عن عدم تقدير الطفل لذاته أو انسجامه مع المحيط والمجتمع. اليوم رح تخبرنا تفاصيل أكثر الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب. صباحك يا رندا وكل عام وأنت بخير. طيب ألف خير، سعد صباحكم. صباح الخير رندا، وأكيد كل عام وأنت بخير وجميع المدرسات وجميع اللي أكيد حاضنين الأطفال بألف ألف خير. بداية خلينا نعرف مشاهدينا عن مصطلح التكيف النفسي. هلا أول شيء التكيف هو لما أنا بكون قاعدة ببيئة معينة وبتكون متكيفة معها بعاداتها بتقاليدها بالطقوس اللي موجودة فيها بأفكارها، هي كلها بتكون أنا أو بتكيف معها، يعني أنا بقدر انسجم معها بقدر اتعايش معها أكون جزء من هاي المجموعة، أو لا ما فيني أنا أكون متكيف معها فبينتج عندي سوء تكيف، فهو بيكون تكيف أو إيجابي أو إما سلبي، وهذا بينعكس كتير خصوصي على الأطفال، بينعكس على فترات بعيدة من حياتهم. لهيك نحن دائما بنقول التكيف يساوي الانسجام يساوي التعايش بطريقة إيجابية وسهلة، ما يكون في صعوبات عند الطفل بتخليه ما يقدر يكفي نهاره مثلا بإنجاز معين، أو حتى أحيانا بتلاقيهم بأنجزوا بس هن ما بيكون عندهم هذا التقدير للإنجاز اللي هن حققوه، فبينشأ من هون سوء بالتكيف أو سوء بالانسجام مع المحيط اللي قاعد فيه. قد ايه بتأثر رندا بعدم تقدير الطفل لذاته وانسجامه؟
سوء التكيف؟ هلا للاسف اللي عم بيصير انه نحن انا بقول لهم دائما اول خطوه هي لما انا بقارن الطفل برفقاته او باخواته او بقارنه باشخاص تانيين يمكن ما يكون عنده نفس الظروف، مثل انا بقول له شوف كيف شارك بمعرض رسم وكان رسمه كثير حلو، بالمقابل انا ما اعطيت لابني امكانيات انه يجرب مثلا يرسم. فالطفل هو ما بيعرف هذا التفصيل، هو بيصير عنده انه انا اقل من الاشخاص اللي حوالي او اللي عم بتقارن فيهم. من هون بينشأ سوء تقدير للذات اللي بيؤدي لفتره لبعد فتره بيؤدي لسوء تكيف اللي هو ناتج عن عدم تقدير الذات او عدم تقبل الذات والاحباطات المتراكمه. كمان في ممكن مثلا التنشئة الأسرية اللي بيكون فيها كتير ضغط بالبيت، بيكون فيها كل شيء محسوب بالبكلة إنه لازم كل شغلة يعملها أبدا صح وبكل قيود. للأسف الطفل إذا ما غلط بأمكنة معينة فهو ما اكتسب هاي الخبرة ولا اكتسب الاستقلالية وتقدير الذات عنده اللي حيخليه مع الوقت يقدر يتكيف ويتعايش مع المحيط. يعني أنا مثلا ممكن لما أبعته على المدرسة بيجوا بيقولوا لي انه انا ما تكيف ابني ما قدر ينسجم معهم. طب انت بالبيت حاطتيه بحمايه كثير كبيره، حاطتيه بالبيت بقيود كثيره، فهو اجباري ما حيكون عنده هاي المرونه لينقل ويتكيف. نعم، يعني رندا قلتي كثير كلمه مهمه، انه بيجوا الاهالي بس بيقولوا انه انا ابني ما تاقلم، طب انه في سبب معين حتى ليش غيره مثلا قدر؟ معناتها هون كمان البيت هو له دور كثير كبير بتنشئه الطفل ويمكن تمهيد له لدخول مرحله جديده هي خلينا نقول الروضه او المدرسه، او انت حتشوف رفقات جداد. يعني كمان الاهل شوي يهيئوا طفلهم قبل ما يبعثوه على المدرسه ويرجوا يشكوا انه والله ما تاقلم. تماما، هي الفكره بالتنشئه الاسريه والتمهيد. لما انا بكون حاميه طفلي كثير او معطيته قيود كثير او حتى متساهله معه كثير، لما ما بيكون في توازن بالتنشئة أو بالتربية المنزلية، صح. لما بدي أنقله على خطوة تانية فهي اللي هي الروضة، فهو حتكون البيئة أكبر، المحيط أكثر، مو كله نفس ما بالبيت، كل واحد عنده عادات مختلفة، فليفوت هاي أول خبرة للطفل يتعلم حتى ليصير شاب وصبية، هي الخطوة الأولى ليتعلم كيف يتكيف مع المحيط. فهي التفاصيل مثل ما ذكرتي لما الأم بتمهد هي عملت انفصال آمن أولا لابنها وثانيا عطته خطوة أولى أو مفتاح أولي لحتى يعرف كيف ينسجم مع المحيط. للأسف نحن بنشوف هذا المشاكل أكثر عند الأطفال اللي عندهم إعاقات معينة، هدول أكثر معرضين لأنه يكون في عندهم سوء تكيف بسبب شعورهم بالنقص عن رفقاتهم، ولو كانت الأهل داعمين أو كانوا بيربون طريقة صح أو عاطينهم هاي المسألة ساحة ليقدروا ذاتهم، ولكن الطفل دائما هو باللاوعي بيقارن نفسه مع الناس الثانيين، فلما بيلاقي خصوصي لما تكون الإعاقة جسدية، لما بيلاقي انه انا رفيقي قدران يمشي انا مالي قدران، فمثلا هذا المثال بخلي يكون عنده سوء تكيف. نحن دائما بندعمه انه نعطي الطفل نقويه بنقاط القوة اللي فيه نخليه يبرز فيها موهبة نشاط تاني بعيدا عن اعاقته لحتى يعمل هذا التوازن. طيب كمان في قصه انه في كثير من الاهالي بيقارنوا بالغير من الاطفال، المقارنه احيانا بيكون لها منحى ايجابي واحيانا بيكون منحى سلبي وبياثر على كمان سوء التكيف للطفل، كمان رح احكي لنا على هي القصه. انا بقول لهم دائما في انا عندي نوعين من المقارنه، لما بجي انا بقول على طفلي مثلا انه مثلا طفلي متاخر او مثلا طفلي ما عم بيتكيف منيح او عنده سلوكيات، بقول له بعد ما بتشتغلي عليه او بتدربيه او بتعودي قيسيه على حاله اولا مدى تطوره بهي الفتره وبعدين بتقيسيه على رفقاته وعلى الاطفال اللي من اعماره. ما بصير انا قارن الطفل ولو ضمنيا طفل بحس، ما بصير انا قارنه بينه وبين طفل ثاني، هو مختلف بالظروف، مختلف بطريقه التربيه، مختلف بكثير اشياء حتى بالامكانيات، دائما نحن في عندنا فروق فرديه. لهيك انا دائما بتوجه الطفل تماما نقيس نقاطه القوه والضعف عنده هو كشخص، وما يكون في عندنا مقارنات تبع انه اشوف كيف ابن خالتك سميز، يمكن يكون في ظروف، يمكن هو مو هذا مجاله اللي هو بيبدع فيه، يمكن في عنده مجال ثاني. فهي طريقة حوارنا، طريقة انتقائنا للكلمات ولو مع الأطفال نقول ما انتبهوا مثلا ما حسوا، لا بالعكس الطفل كثير بينتبه وكثير حساس وكثير بيتأثر خصوصي من ملاحظة الأم والأب لأنه هن مثاله الأولي بالحياة. صحيح.
صحيح، يمكن ايضا انسجام الطفل بالبيت مع اخواته كمان له دور كثير كبير بانه هو يقدر يتاقلم مع رفقاته. بنشوف احيانا كثير اشخاص او اطفال ما بيتاقلموا مع رفقاتهم، بعد فتره ما عاد فيهم يتركون، يعني بصير الوضع عكسي. خلينا نحكي ايضا يعني شو التكيف، كيف بيحصل التكيف، يعني كيف بيتكيف الطفل؟ هل المعلمه بتحببه بالمدرسه؟ هل الاطفال بيكونوا عم يلعبوا معه مبسوطين هن سوا؟ يعني كيف بيقدر يحصل على التكيف؟ هلا في كثير من الاطفال بيكونوا هن اجتماعيا ضعاف، ما بيكونوا لسه بالدرجه المناسبه لانهم فورا يكونوا اجتماعيين ويفوتوا ضمن مجموعه. لهيك دائما بنقول انه دائما يبني علاقه ايجابيه مع الشخص الراشد الموجود، اللي هو مثلا المعلمه، المشرف اللي موجود، او الام اذا فيها بالفترات الاولى تقدر تدخل معه. فلما بتصير هاي العلاقه، لانه هو الطفل بيقلد ونشوف امه مرتاحه او بشوف للشخص الثاني، فهو بشكل تلقائي بيقدر يكسر هذا الحاجز. فلما بيكون في نشاط والطفل ما انسجم فيه، بحاول انا بالتدريج خليه يندمج معهم. وقبل ما ادمجه بدي اشوف يا ترى هو ما اندمج لانه ما بده يجرب، او لانه خايف، او لانه تجربه جديده، او هو عن جد ما بيقدر يشارك. انا ما فيني احطه بنشاط انا بعرفه هو ما له قدران يشارك فيه او ما عنده هاي الامكانيات، بالعكس انا هيك حزد له احباطه، حزد له انسحابيته، وحيكون في عنده عن جد سوء تكيف، ما حيمشي الحال. لهيك انا بنقي له الانشطه المناسبه اللطيفه اللي انا متاكده تماما حيقدر ينجزها، وبعدين بخليه يشارك مع صديق بيكون من شوي من اطباعه نفس هدوءه مثلا، او نفس درجه اللي هو بيلعب فيها، بيكونوا بيتشابهوا وشوي شوي بيمشي الحال بصير. نعم ريندا، يعني كثير في دائما الاهل بيخطئوا خاصه بتربيه اول طفل بياكلها، يعني في كثير من القصص مثلا انه اول ما يدخل الروضه كمان بصير في سوء تكيف بالنسبه للطفل. اليوم كيف هي الام تكون مراقبه لطفلها حتى يقدر يتاقلم ويتكيف، خاصه عم نشوف المشكله كثير شائعه هلا عند الاولاد انه معلق باحد الاهالي باحد الابوين الأب أو الأم، وما عم يتكيف مع الاولاد لا بالروضه ولا بالمدرسه. فكمان هي نقطه كثير مهمه حتى الام تدير بالها على هالنقطه وتحاول تساعده. لقلك شو النقطة الأساسية اللي أنا بشوفها بأغلب الأمهات، أنه الطفل لما بيكون بيبي صغير فهي الأم هي اللي بتكون متعلقة فيه، فلما بتكون هي متعلقة فيه فبالمقابل هو حيبادلها بنفس الشعور. فبعد الفترة لما بيكبر وبلش يقدر يعتمد على نفسه، هذا بصير الموضوع ضاغط إلها، بصير بيضغطها أنه طيب اعتمد شوي على حالك، بس أنت ما عطيتي الخطوات الأولى ليعتمد على نفسه فيها. هون بتنشأ هي بلش تنشأ العلاقة الغلط اللي ببلش هو يكون اعتمادي عليها، يتكل عليها، تكون مصدر الأمان الوحيد له، أنه هو أنا ما فيني أعمل أي شيء لما تكون ماما جنبي. هون لما أنا بدي أجي فورا طلعه من هالبيئة البيت وحطه ببيئة تانية، إجباري حيصير عنده سوء تكيف لأنه ما بيشبهوا بشيء حيلاقيهم ولا عندهم هاي العلاقة. يعني صار هو وقع بين مشكلتين، بين مشكلة انفصال عن البيت وعن أمه وعن الأمان اللي هو فيه، وبين فجأة صار بوسط تاني هو مضطر يتكيف معه، هو ما عنده أي طرق أو أساليب ليتعلم أنه يتكيف معه. لهون أنا دائما بقولها للأم أنه حتى بقلب البيت ولو أنت مالك قدرانة تطلعي من البيت أو تبعدي عنه، أعملي أنشطة منفصلة عن الطفل. كيف منشجعهم أنه عدي ولوني أنت وياه؟ لا، كمان حاولي تعطيه أنه يلا أنت مثلا نرتب غرفتك، أنا مثلا رح أعمل الغداء. هذا النشاط كتير بسيط وكتير بالبيت ممكن يصير، بيعطي للطفل أنه أنا فعلا بقدر أنجز شيء بعيد عن أمي ولو كان بعيد بغرفة. يعني هي هذا أضعف الإيمان، يعني هي أبسط الطرق اللي نحن ممكن نشتغل فيها لنعطي شوي دفع لابننا ليكون مستقل وعنده المفاتيح ليقدر يكون متكيف. التكيف بده كتير إمكانيات وبده كتير عوامل ليكون الطفل عنده بنية صحية نفسية يقدر منها يقدر يتكيف مع المحيط اللي عايش فيه. أكيد. نعم. رندا، أيضا إذا واجهنا هيك مشاكل مع أطفال رغم مرور مدة زمنية معينة إلا أنه هن ما عم يقدروا يتكيفوا وعم يعانوا، حتى الأهل عم بيعانوا، يعني طبعا إجباري الولد بده يفوت على المدرسة، بيفوت على المدرسة يتأقلم ولا بده يتأقلم، يعني ففي طرق معينة ممكن اتباعها بالتنسيق بين الأم والكادر التدريسي ليقدروا أنه لا يخلوا الطفل شوي
يتكيف مع الوضع اللي هو فيه؟ هلا المقابلة الأولى اللي بتصير بين الأهل والمدرسة هي كتير نقطة مفيدة، لأنها بتعطي المفاتيح للأهل للمدرسة ليعرفوا هذا الطفل بشو بيحب، شو بيكره، من شو بيخاف، وشو أكتر شيء بيريحه. دائما الطفل لما بيغير بيئته، حتى نحن وقت نغير بيئتنا بيكون في عنا شوية قلق، لأنه أنا فايت على تماما لبين ما نتأقلم. إذا استمر هذا القلق والمدرسة أخذت بالتعاون مع البيت كل الإجراءات ليتكيف الطفل وما حقق هذا التكيف، فلازم يكون في استشارة، لأنه نحن ما عدنا صفينا بمشكلة الأساسية، ما عدت تسوء التكيف، صار في مشكلة قلق أو مشكلة تانية هي عاطيتني ظواهر مظاهر سوء التكيف. لهيك أنا بشوف الأساس المشكلة وبحلها. أنا دائما الأطفال بعطيهم، خليني أقول لك شهر، هذا إذا كان الطفل كتير متعلق بوالدته. ودائما كل ما كان العمر أبكر كل ما كان التكيف أسهل، طريقة بيكون مرونة أكثر للطفل. صحيح. فلما بيكون جاي بعمر شوي مأخر وكان بالبيت مع والدته فهو متعلق فيها، وبعد بشهر بهالتدريج وبالطرق كلها ما زبط، أكيد لازم يكون في استشارة. نعم رندا، يعني كيف الأم بتعرف أنه طفلها صار عنده سوء تكيف مرضي وبحاجة لاستشارة من أخصائية؟ نحن دائما الطفل ما بيحكي بشكل واضح، بيعطي سلوكيات، ممكن تكون سلوكياته مثلا النوم بالليل صار في اضطراب بالنوم، ممكن صار في اضطراب بالاكل او شهيته زادت او خفت، ممكن تحسي صار يحكي بسرعه، ممكن لما بفوت انا على البيئه الجديده اللي ما له متكيف فيها ممكن مثلا يصير عنده ردود فعل، مثلا ممكن تجعه معدته، ممكن يسخن. هي بتكون اعراض لما باخذه على الطبيب بيقولوا لي ما في شيء، هو بيكون عرض نفسي. فانا هدول لما انا بشوفهم وما خفوا بالتدريج، هن بيظهروا عند كل الاطفال، بس اذا ما خفوا بالتدريج فانا لازم يكون في عندي استشاره لحتى اشوف شو فيني اعمل. بقول لها اذا ما حبيت تاخذ الاستشاره، لسا نحن في كثير اهل بيقولوا لك مخاف وحطيه بكذا بيئه وانت معه، خديه على كذا مكان وانت معه، مشي بالطريق اذا يعني امكانياتك ضعيفه، تأرجي تفوت محلات هي اللي فيها ناس لحتى نقدر انا افصل هل هو ما عم يقدر يتكيف بس لانه متعلق فيني او لانه ما عنده خبرات جديده، او هل هو في مشكله اساسيه انا لازم الجا فيها لمختص. نعم، يعني في كلمات معينة أنتم بتستخدموها يمكن تحفيزية للطفل، يعني كتير بينبسط الطفل بس تقول له معلمتك برافو أنت بطل مثلا، أو في شغلات هيك صغيرة بتعطون ياها. بتذكر نحن وقت كنا صغار كانوا يحطوا لنا نجمة بيطبعوها طبع، فكنا نحن نعمل أي شيء لناخذ ورفق، يعني حتى رفقاتنا يصيروا بدهم يعملوا مثلنا مشان ياخذوا هيدا النجمة. قديش الكلمات التحفيزية المشجعة بتدعم الطفل وممكن تخليه يتأقلم لو كان هو شوي انطوائي؟ الطفل كتير ذكي وحساس ليقدر يعرف تماما هل انت عم تقلي له هالبرافو بيستاهلها ولا لا، انت بس او انت بس لانه عم بتصايري. وبنفس الوقت رغم انه بيعرف تماما انه هو يمكن ما بيستحق هاي البرافو، ولكن هي كتير بتعطي دفع لقدام. في فكره ثانيه مثل ما ذكرتيها النجوم، او هدول هلا بهذا الجيل صار ما عاد ياخذ النجمه، مش بدك تجمعي له ياهن كمان انه لازم يجمع نجمه، اي انه مثلا لتجمع هذا. انا بالعكس هذا تعزيز طويل الامد، يعني انا مثلا انه بعد اسبوع بحافظ على سلوك معي، اذا كل يوم الصبح ما عذبت انت وعم تجي وما عم تبكي حتاخذ مثلا نقطه، بتجمعهم باخر الاسبوع، فانت حقول لمامتك مثلا تاخذك مشوار انت بتحبه عند التيتا مثلا او شيء. فانا اعطيته تعزيز وبنفس الوقت اعطيته المكافاه، هي معنويه ما لها ماديه. هذا مع الوقت بيخلي اللي يكون عنده مثل ما ذكرتي هون، نحن كون اشتغلنا اجتماعيا اكثر، فهون بخلي انه يتقبل حاله، يتقبل انه هو عم بيقدر ينجز، ما عاد عنده احباط، صار اجتماعيا بحس حاله متميز برفقاته. هذا كثير بيساعد لانه انا ما فوت بمشكله لا مشاكل نفسيه ولا حتى مشاكل بسوء التكيف. طب رندا، شو هي النصائح اللي ممكن تعطيها لكل ام حتى فعلا طفله يتكيف ويصير في انسجام مع المحيط؟
كيف نحن الرسائل اللي بنقولها لطفلنا نحن قبل ما نوصل له اياها نحن بنكون عم نحكيها. لما انا مثلا بقول له انا خايفه اروح على هذا المكان لانه مثلا الناس اللي فيه ما بيشبهوني، او لما انا دائما بذكر مفردات بقارن فيها الناس ببعضها، فهو حيبلش يعمل اسقاط على حاله انه انا كمان انا ما لازم اكون هيك، انا يا ترى انا عندي هاي الشغله السيئه اللي ماما ما بتحبها ولا لا. فهي المراقبة الدائمة اللي أنا الطفل بيحط حاله فيها بدون ما يعبر عنها، هي بتخلق دائما ردود فعل أو بيكون عدواني أو بيكون كتير انسحابي وانطوائي، إنه أنا لا أنا أساسا ما بدي فوت بهي التجربة لحتى ما حدا ياخذ عني فكرة لا منيحة ولا سيئة، فما بيفوت بي بأي تجربة. يعني يا رندا مع هالنصائح هي بدنا نتشكرك وبدنا نرجع نجدد هيك معايد عليك وعلى كل النساء السوريات عم نخص النساء السوريات، لانه يعني يمكن هيدا الحرب اثبتوا هن قدرتهم على مواصله ومتابعه المسيره، مسيره الحياه المتعبه والشاقه. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم، كل سنه وانتم سالمين. شكرا لك يا رندا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا. شكرا. اليوم حلقتنا مميزة زينب، ورح نروح فيها لبازار السيدات أكيد المبدعات، حيث أقيم في فندق جوليا دمنا بدمشق بازار أعمال يدوية لعدد من السيدات. تفاصيل أوفى كانت مع زميلتنا رزان سليمان. بهذه المنتجات من حلي ومنسوجات ومأكولات يدوية الصنع شاركت هؤلاء النسوة ببازار سيدات مبدعات في فندق جوليا دومينا بدمشق. فكرة البازار انطلقت من كوننا نحن في ستات كتير مبدعات بهالبلد، كل واحدة عم تختص وعم تتفرد بأنواع معينة من التصاميم بمجالات مختلفة، سواء كان بمجال الألبسة، التطريز، مجال الشموع، الأكسسوارات، المنزل، مجالات الأكل الهيلثي، مختلف المجالات. حبينا أن نورجي أنه الست السورية قادرة ضمن كل هالظروف أنها تورجي أحسن شيء عندها بتقنية عالية بحرفية وبكواليتي ممتازة. البازار تضمن عددا من المهن والإبداعات لسيدات يملكن مواهب وأفكار كثيرة. الفكرة أنه نحن كنا عايشين برا ورجعنا على الشام وحبينا نقدم للسوق هون أكل نحن تعودنا عليه وكتير حبينا برا، اللي هو الأكل الأورغانيك الطبيعي، الواحد بيعرف شو مكوناته. فطلعنا بفكرة أنه نعمل زبدات مكسرات، في عنا زبدة فستق، زبدة لوز، زبدة بندق مثل النوتيلا بس أنه صحية. بعدين طلعنا بكذا خلطة مثل هي خلطة الشوفان اللي هي اسمها جرانولا، بديل صحي عن الكورن فليكس للفطور. أكيد كل واحدة لازم تشوف شو بتقدر، شو هواياتها، شو بتحب بالحياة، وتعمله وتطوره وضل تحاول حتى لو كان في فشل. فيعني ضل تحاول أكيد بيمشي الحال بعدين، وبتعمل تكون عم تعمل الشيء اللي بتحبه. عم بشتغل أعمل شغلات هاند ميد على الخشب، رسم، تعتيق، تقريبا صار لي شهرين عم بشتغل، وحبيت شارك لحتى نورجي أنه يعني الست برغم كل الظروف تقدر أنه تشتغل وتنجز وتعمل شغلات حلوة وتورجي صورة حلوة. نحن كل فترة منحاول نطلع كوليكشن ترمز لشي معين موجود بقلب سوريا. مرة على الوردة الدمشقية تلاقيها معمولة من الصدف، على صناديق الصدف، على المرايا كلها مزخرفة. مرة على مربع جامع الأميات اللي تلاقيه النقشة موجودة دايما على حيطان الجامع. عنا كمان الأورنمنت اللي هي ترمز للزخرفة لأن نحن مشهورين بالزخرفة. خطوة جديدة تؤكد من خلالها النساء السوريات أنهن قادرات على العمل في كل الظروف وصنع منتجات من كل ما يتوفر لديهن. محطتنا التالية رح نسافر سالي بين الصورة واللون والفكرة اللي بتبدعها ريشة الفنان، وأكيد عبر التاريخ هناك حالة جمالية من الإبداع. لنحكي أكثر بشكل موسع عن كل الأعمال الجمالية اللي معنا لليوم. أكيد معنا السيدة المميزة لينا رزق، فنانة تشكيلية ورئيسة جمعية شموع السلام. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير.
يسعد صباحكم، شكرا لكم لاستضافتكم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي، واكيد كل عام وانت بخير. نحكي بدايه عن التجربه، تجربتك يعني 5 معارض فرديه وعدد من المعارض الجماعيه باضافه لتنظيم هيدي المعارض، وايضا كانت داخل سوريا وخارجها. خلينا هيك نحكي عن هيدي التجربه، طبعا تعتبر سلسله من التجارب. تفضلي. اكيد هو الفنان يعني ما بيبدا هيك يعني عبس، يعني بيكون من هو طفل صغير بيخلق عنده هي الروح الفن. فانا وانا طفله صغيره بدات من نعومه اصفاري بدات الفن، بدات اني امسك ريشه امسك الوان. اهلي لاحظوا هذا الشيء عندي وحبوا انه يدعموا، ولحتى كبرت اكثر ودخلت كليه فنون جميله، وبعدين كمان دخلت مركز ادهم اسماعيل، تخرجت من اثنين يعني. وبعدين بدات مسيرتي الفنيه بمعارض، كانت مثل ما حكيتي معارض فرديه، 5 معارض فرديه كانت لي. الحمد لله كانت كلها حلوه وناجحه، وبالاضافه لمشاركات طبعا جماعيه. هي ما بيغنى الامر يعني انه ضروري الفنان يكون يشارك زملائه دائما بمعارض فرديه، بالاضافه لانه انا كنت نظم معارض جماعيه من خلال جمعيه شموع السلام. هي مثل ما حكيتي حضرتك انه انا رئيسه الجمعيه، وكان في لنا كثير نشاطات داخل سوريا وخارجها، وكان لنا عده محطات حلوه وفعاله. نعم. طب خلينا نحكي اليوم عن دور الفن التشكيلي السوري وتواصله مع الحركه العالميه، بما انه كثير كان في مبادرات او فعاليات خارجيه ايضا، الرساله المحليه اللي عم يحملها الفن، وكيف عم تشوف في حركه الفن التشكيلي اليوم بسوريا؟ هلا الحمد لله الحركة الفن التشكيلي بسوريا تعافت، يعني كانت شفتوا كيف مثل ما سوريا بشكل عام كانت مريضة، فكمان كان الفن مريض معها، يعني هذا الشيء طبيعي، مع انه بعض الفنانين كانت عم تحاول ضمن كل هالظروف الصعبة انه تعمل شيء وتنجز، على الاقل توثق الحالة وتوثق الحرب اللي كنا فيها. وطبعا كمان انا كان لي دور بهذا الموضوع بهي الحركة. بعدين هلا بلشت الحمد لله تتعافى الامور، وبلشت شفنا بصيص الضوء والامل، وصرنا نشوف انه كيف الفن رجع يحمل بصيص النور، خلينا نشوفه من اول وجديد. صار لما الانسان يروح يشوف معرض يشعر بالجماليات، غير المعاناه الحرب وكذا اللي تعبنا منها كلياتنا، صرنا كلها بحاجه انه نرجع نجدد حياتنا ونشوف شيء حلو. فهالمعارض كلها الحمد لله صارت عم بتكون حلوة وعم بتوثق الحالة الجديدة اللي هي طلعت منها سوريا، وانبثق طائر فينيق من أول وجديد من الرماد ورجع يحلق الحمد لله، وصرنا نشوف معارض جميلة هي على نطاق سوريا. بالإضافة لأنه كمان كان في نشاطات عم بتكون مع العالم الخارجي، يعني كان في مشاركات مع العالم بحيث أنه هن يشوفونا نحن أنه فنانين سوريين بعدنا موجودين وبعدنا عم نتابع بمسيرتنا الفنية، ونحن كمان يكون لنا دورنا عندهم ونتابع معهم خلال الحركة الفنية التشكيلية العالمية. نعم نعم. يعني لينا ايضا خلينا نحكي بجائحه كورونا، ما توقفت رساله الفن وما توقفنا عن المعارض الفنيه، واخر معرض كان معرض اكسير الالكتروني اللي ضم 900 فنان وعمل فني. خلينا نحكي ايضا قد ايه كان مهم هذا المعرض، واستمر يمكن اسبوع، ما بعرف اذا مددته، واسبوع كان تماما مزبوط صحيح الحكي. الحقيقه هاي كان انتاج الجمعية شموع السلام اللي حبت تكون المتفوقة والأولى بسوريا أنه تعمل هذا النشاط الحلو، نشاط عالمي مثل ما حكيتي، معرض ضم 900 فنان من جميع أنحاء العالم، وكانوا يعني مشكلين سواء بلدان عربية أو أجنبية من كل القارات، شاركت معنا فنانين وعملوا هي الباقة الجميلة من المعارض واللوحات الجميلة، وكانوا بمعرض اكسير العالمي اللي استمر اسبوع كامل على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت عم بيعملوا اول يوم يعني بلشنا كافتتاح بالمركز الثقافي كفرسوسه، بعدين انطلقنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم يكون في قاره من القارات تجمع بلدان هالقاره هي، وكان في حقيقه تواصل كثير كبير على هي
الفترة هي اللي هي الأسبوع كانت كل يوم عم ينزل فيديو خاص بهدول الفنانين، بالإضافة لأنه الكل توزع له شهادات مشاركة بهذا المعرض، والكل كان يعني سعيد بهي التجربة الجديدة اللي هي كنا كلياتنا بحاجة لها، خاصة بظروف الكورونا، لأنه نحن هلأ صار في صعوبة بالتواصل مع الفنانين ومع العالم بأنه نعمل على أرض الواقع معارض واقعية، فنحن مضطرين نلجأ لهذا النوع من الفن وهي المعارض اللي هي معارض إلكترونية. نعم نعم. أنشطة جمعية شموع السلام كثيرة، خلينا نذكر أهمها. هلا يعني اذا بدنا نقول اهمنا يمكن هي كلها مهمه، بس خلينا نرجع من الاخير للاول. تمام. كان اخر شيء هلا عملنا مثل ما حكينا معرض اكسير العالمي اللي استمر الكترونيا على مده اسبوع. قبلها كان في معارض متنوعه كانت بدار الاوبرا، كان بكل سنه يكون في عندنا معرض جماعي باسم شموع السلام، يعني كان في عندنا سلسله حتى وصلنا لرقم 6. كل سنة كنا نعمل معرض حتى داخل سوريا وخارجها كمان، كأننا محطات بلبنان. كان في عنا كمان عملنا سيمبوزيوم، روح الفنانين كلها ترسم على أرض الواقع ضمن الطبيعة الجميلة، يعملوا ورشة عمل يرسموا بنهاية المطاف. هالأعمال كلها اللي رسمت خلال هالفترة ينعمل فيها معرض كمان هنيك، وكانت كمان كتير يعني حركة حلوة وكتير انبسطوا فينا هنيك بلد مستضيف لنا، كثير فرحوا بهذا الفعالية اللي عملناها، وصار في مثل ود وعلاقة حلوة وتواصل جميل بين الفنانين السوريين مع الفنانين اللبنانيين، وهذا الشيء اللي نحن بنسعى له بنطمح له اصلا، يعني نحن من اهداف جمعيتنا التواصل بين الفنان السوري مع الفنان من كل انحاء العالم. نعم. وهذا الحقيقة اللي قدرنا نعمله على فترات هي السنين اللي مشينا فيها، وطبعا بالاضافه لمعارض كانت بالمراكز الثقافيه، مركز ثقافي ابو رماني احتضننا اكثر من مره، ومركز ثقافي كفر سوسه، بالاضافه ل كان في عندنا نشاطات مع جمعيات ثانيه مثل جمعيه لسرطان الثدي، كنا كمان عملنا بمناسبه عيد الام عملنا كمان فعاليه مع جمعيه سرطان الثدي، كانت الغايه انه ندعم هي الجمعيه، وقدمنا الاعمال تبعنا لصالح جمعيه تبرع لصالح الجمعيه مشان كمان ندعم هذا الشيء يعني من جهتنا نحن كفنانين مهتمين بهذا الموضوع، بالاضافه لكثير نشاطات كانت ورشات عمل، حتى عملنا بحديقه تشرين كمان من كم شهر كمان عملنا فعاليه كثير حلوه كمان سيمبوزيوم، الفنانين رسموا على ارض الواقع بين العالم بين الناس، صاروا يجوا يتفرجوا علينا يشوفوا لنا كيف عم نرسم، يشوفوا مراحل اداء اللوحه كيف عم تنجز كيف عم تطلع، يعني عم تتراكم الخبرات كلها مع بعضها لحتى تنجز هاللوحة هي. نعم. لحتى شافوا بالأخير أنجزت هالأعمال وعملنا فيهم معارض، معرض برعاية محافظة دمشق، مشكورة كانت راعية المعرض واهتمت فينا كثير وقدمت لنا كل وسائل الدعم. نعم. لينا خلينا نحكي عن واقع الفن التشكيلي اليوم، كل فنان بيشوف الواقع من وجهة نظره أو من المكان يلي هو قاعد فيه، أيضا بما أنه عندكم تواصل مع فنانين عالميين، ولكن احنا خلينا نخص واقع الفن التشكيلي بسوريا رغم الصعوبات اللي نحن مرينا فيها والضغوطات، وكتير في كتير فنانين جداد عم نشوفهم هلا بلشوا هيك بخطواتهم اكيد الاولى، يعني بس يعني دائما بيكون في روح بياخذوها من الفنانين القدامى، خلينا نحكي عن الواقع. هلا الفنان مثل ما حكينا ما بيبدا هيك فورا فنان، فهو اجباري في بده يبدا صغير ويكبر خطوه خطوه يطلع درجه درجه. صحيح. وحتى نحن بجمعيتنا من اهدافنا ومن نشاطاتنا اللي دائما بنقوم فيها هي انه ندعم الفنانين الشباب ونعطيهم فرص انه يشاركوا حتى بالمعارض الجماعيه اللي بنعملها، حتى بالورشات الاعمال اللي بنعملها، انه يكون لهم دورهم وفرصتهم. بالاضافه طبعا للفنانين الكبار، فهو هي التشاركيه بين الفنان الشاب الجديد والفنان اللي عنده موهبه وخبره كبيره، بصير نوع من التبادل الخبرات بين الفنانين مع بعضها، الفنان بحاجه انه دائما يشوف
الفنانين اللي قبله سبقوه، كيف كانت خبراته، كيف قدر يعمل بصمته، كيف قدر يخلق اسلوبه لحتى هو كمان يتعلم منه ويعني يمتزج هي الخبرات كلها مع بعضها ليقدر يطلع بخبرته الجديده وببصمته الجديده. نعم. بالاضافه للفنانين طبعا في عندنا بسوريا عندنا اسماء كثير كبيره بمجال الفن التشكيلي والحركه التشكيليه، ما راح اذكر اسماء لانه كثير وما بدي احد يزعل مني لانه طبعا كلياتهم نفتخر فيهم وكلهم اساتذه وكلهم لهم اسمائهم حتى صاروا معروفين بكل انحاء العالم مو بس بسوريا. نعم. بالإضافة لأنه مثل ما حكينا التواصل مع الفنان من خارج سوريا كمان هذا كتير شيء مهم بيخليهم هن يتعرفوا علينا ونحن نتعرف عليهم، يعني حتى بمجال المعارض الجماعية اللي كنا عم نعملها بشكل عالمي صار كتير نوع من الخبرات أنه نحن مو بس نشوف الفنان السوري شو عم بيرسم أو شو عم بيعمل أو شو طريقته، كمان صار في عنا فرصة لأنه نشوف المعارض الخارجية والفنانين من خارج سوريا أنه شو أسلوبهم شو طريقتهم. اكتشفت انا هلا يعني بهالتجربه الحلوه اللي عملتها بهذا المعرض اكسير انه بكل بلد بكل قاره بكل مجموعه من الفنانين في لهم اسلوبهم اللي بيجمعهم مع بعضهم اللي عم بيعطونا هيك طابع خاص فيهم، وهذا الشيء كثير حلو يعني انه مثل ما نحن كسوريين لنا طابع خاص فينا. نعم. اللي بنعبر عن تراثنا بنعبر عن تقاليدنا وحياتنا اللي نحن عايشينها، كمان هن عندهم اساليبهم وطرقهم الخاصة فيهم. فبتتفرجي هلا موجودة ساعتها الفيديوهات اللي نزلناها على صفحة جمعية شموع السلام، موجودة الفيديوهات إذا بتحبوا تشوفوها بتشوفي إنه قديش في جمالية إنه كيف كل بلد عم تحمل طابع خاص فيها، وهذا كتير شيء حلو بيخلينا نتعرف على ثقافات الشعوب، نتعرف عنه قديش في تنوع بالفن بكل أنحاء العالم. أكيد يعني نحن أكيد كتير بنفتخر بوجود سيدة مثلك فنانة تشكيلية كمان نموذج من السيدات السوريات اللي لهم بصمة جمالية، أيضا نتمنى لك أيضا التوفيق بجمعية شموع السلام وإن شاء الله فعلا يكون من اسمها نصيب وتحمل رسالة سوريا الجميلة والمبدعة لكل العالم. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم كلكم زول لحضوركم لعنا. شكرا لك لينا، اكيد كل عام وانت بخير مره ثانيه. رح نبقى يا زينب باجواء الفن التشكيلي وتحديدا رح نروح لمركز الثقافي العربي بدمشق ابو رمانه وبمناسبه الاحتفال بعيد المراه اقيمت امسيه ادبيه بعنوان المراه السوريه ايقونه الصبر، تفاصيل اوفى ايضا مع زميلتنا رزان سليمان. فعاليتنا ضمن الفعاليات عيد المرأة العالمي المرأة السورية أيقونة الصبر، ومن مثل المرأة السورية كان لم تكن نموذج عن الصبر بل كانت هي الصبر وأم الصبر، المرأة السورية اللي طبخت للجنود، المرأة السورية اللي كانت ممرضة وسهرت عليهم، المرأة السورية اللي ودعت ابنها وبتعرف انه بده يروح يستشهد وودعته بابتسامة، المرأة السورية اللي كانت مثال للتضحية وللتفاني وللصمود وللتصدي وللتحدي ولكل شيء، المرأة السورية هي الإرادة، المرأة السورية لا يحدى وصف. نجتمع بيوم المرأة نحتفل اليوم بكتابات لمع عباس اللي قدمت للمرأة السورية نموذج حي من خلال كتاباتها بصهير الغمام ورواية ست ساعات لخصت فيها، ونقدر نسمي الكتابات هي كتابات الحرب أو توثيق الحرب بعد 10 سنوات هذه الحرب الظالمة وتقديم هذا التوثيق لقادم الأجيال. لمع عباس نموذج حي للمرأة السورية المقاتلة المقاومة المنتصرة ببندقيتها وقلمها. المرأة هي بشكل عام هي الطبيعة، هي الحياة، هي من توهب الحياة، فأي كلام سيكون قزم بحقها، فكيف إذا كانت المرأة سورية؟ المرأة السورية كانت هي المربية، هي التي تلد
الرجالات الحقيقيون، المرأة السورية، الطبيبة، القاضية، الأم. سالي، بشكل مفهوم العمل ودخول سوق العمل هاجز كبير عند الشباب. الخبرة دائما عم تكون عامل ضروري حتى لو ما كان حاسم، إضافة لتطوير بعض المهارات، للتدريب، كيفية تحويل نشاطنا الفردي لمشروع تجاري. اليوم رح نحكي عن هالمواضيع اللي عم بيعاني منها أغلب الشباب وخاصة الأكاديميين اللي متخرجين جديد. رح نحكي مع الدكتورة سوزان اليمني، مديرة تدريب معتمد لدى اتحاد المدربين العرب. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتورة سوزان. خلينا نحكي هلأ أول شيء شو يعني مفهوم التدريب. هلأ كله بده يعرف شو هو مفهوم التدريب بشكل عام، بعدين حنفوت بالتفاصيل. يسعد صباحكم يا رب. مفهوم التدريب، خلينا نحكي من أساس التدريب واللي بيصير فيه لبس كتير هلأ خصيصا بالفترة الأخيرة بين التدريب وبين التدريس. التدريب هو التماشي مع مستويات الإدراك لدى المتدرب ووضع منهج يتناسب مع القدرة ويتناسب مع السبب اللي بدي واجهه أو بدي أسقل مهارته فيه. فالتدريب هو عالم جدا واسع، هو يحتاج شخص مؤهل قادر على التعامل مع نماذج المتدربين، قادر على تحديد مستوى الإدراك، وقادر على تنمية المهارات بأسرع وقت ممكن. خلينا نحكي لك عن مفهوم الريادة المجتمعية، كيف فينا ننهض بهالشباب بشكل فعلا فعال خلينا نقول، لأنه دائما عم نشوف قدرات شبابية وأكاديمية غير مفعلة بالمجتمع. هلأ خصيصا بانتشار موضوع التنمية البشرية هلأ والفيديوهات التحفيزية والكثير من الأشخاص اللي بالمجتمع أو الجهات اللي عم تحاول أنه تقود الشباب نحو التطور، تشد بإيدهم نحو مستقبل أكبر، مستقبل أحسن لسوريا، لازم بعتقد نركز على خطوات تبدأ من مفهوم الريادة الصحيح اللي بيتناسب مع مجتمعنا. يعني نحن بضوء التحفيز هذا المنطلق وشد الشباب نحو المشاريع والريادة، بعتقد لازم يترافق مع دراسة واقعية عن الواقع السوري وما يتناسب من مفهوم الريادة مع واقعنا، لحتى نوجه الشباب نحو خطوات حقيقية تكون مدروسة ويحصلوا على نتيجة حقيقية تجاهها. نعم سوزان، يمكن احنا عانينا حرب على مدار سنوات طويلة، وأيضا هلأ بسبب العقوبات الجائرة على سوريا عم نعاني أيضا من عقوبات اقتصادية. يمكن شوي أمل الشباب هيك خف بأنه يشتغلوا، لا نحن رح نشتغل ونحن واثقين أنه ما حيضل شيء على حاله، الأمور إن شاء الله يا رب رح تتحسن. فخلينا نحكي نحن عن أهمية التأهيل قبل التدريب، التأهيل أنه يكون الشباب مؤهل لدخول سوق العمل مثل ما حكيتي أنه نحن بنشرح له الواقع اللي نحن فيه، وأيضا شوي جرعة أمل تحفيز أنه نحن دائما نحو الأفضل، ما حدا بيرجع لورا، كلنا بنمشي لقدام. صحيح. هلا نسبة كبيرة من الشباب حاليا بهذا الوقت بتلاقي عندهم هاي بذرة الحافز، عندهم الطموح الكبير، لكن توجيه هذا الطموح بشكل صحيح هو الأساس. تمام. يعني أنا لما أهل قبل ما أدرب أو لما وعي الشاب بالخطوات الصحيحة، أول شيء لازم حدد له هدفه. يعني نحن الشباب عندهم طموح، لكن كل الشباب طامح، في ناس منهم ونسبية بسيطة جدا هي اللي عم توصل لأهدافها. إذا مندرس الحالات بشكل فردي بنعرف إنه الأسباب، يعني في سبب حقيقي لهذا الموضوع. نحن عنا لنفترض 100 شاب طامح، 60 منهم عم يحاول و40 منهم عم يستمر وال20 عم ينجح. حلو. فأنت توعيه بالخطوات الصحيحة اللي لازم يمشيها وتوعيه بما يحتاج فعليا. يعني شبابنا طامح لكن غياب التوجيه هو جدا مدمر لحالة الطموح هاي. صح.
فهو عم يروح يتوجه لكل شيء بكل الوقت بضيع. ما عم يعرف وين يروح عم يضيع وعم يحس انه هو ما عم يوصل فعم يفقد الامل. نعم يعني سوزان خلينا نحكي اليوم كثير من الشباب عم بيحاولوا يحولوا نشاطهم الفردي او خبرتهم الفرديه لعمل تجاري منظم او مربح نوعا ما خلينا نقول. كمان خلينا نحكي على الاساليب اللي ممكن يحول فيها الشخص او يستفيد من نشاطه الفردي خبرته بعمل تجاري منظم. بعتقد يبدا الامر من احترام الشخص لعقله ولقدراته وادراكه هو شو امكانياته الحقيقيه. بعدين تنميه المهارات اللي بيلاقي انه هو بيستميل لها او عنده شغف فيها. يعني يبدأ الأمر من أنه أنا لازم أعرف ويكون عندي إدراك كامل بأنه أنا قادر. بعدين بشوف وين مهاراتي اللي لازم طورها وشو بحتاج لكملها وبحط سقف للأهداف وبحط السبس كتير تكون واضحة لحتى أمشي عليها. بعتقد الوصول للهدف أو تحويل العمل أو التطور بشكل كبير وسريع يبدأ من هاي النقاط تحديداً من هاي النقاط. نعم يمكن هذا الإيمان يلي أنت ذكرتي إيمان الفرد بقدرته أنه ينجز عمل ما أو أنه يطور ذاته ويطور نفسه ولكن طبعاً بتوجيه معين. يعني يمكن نحن لندخل سوق العمل في أسس وفي أساسيات ابتداءً من المقابلة الأولى اللي بيقوم فيها الشخص بيروح بيقدم السي في أحياناً بيكون السي في مليء يعني عن جد بتحسي عنده الشخص خبرات مليئة عنده شاغل كتير ولكن بالمقابلة هو بيحددوا له إذا إيه أو لا. خلينا نحكي قد ايه ايضا مهم التطبيق العملي، قد ايه مهم يعرف الشخص كيف يتفاعل مع سوق العمل اكثر ما انه يكتب شو عامل بحياته او شو دارس. خلينا نقول ما رح نقول شو عامل، شو دارس يعني النظري غير العملي. هلا اغلب الشركات حاليا واغلب الجهات اللي هي عم بتقوم بعمليه التوظيف او عم تعطي فرص عمل فعليا هي بحاجه لكوادر لتنهض بمؤسستها، فأصبح التركيز على المهارات الفعلية الواقعية أكثر من موضوع السي في، وخصوصا توجه الشباب لسوق التدريب بشكل فظيع وغير منظم. صح. هو صار عم يملأ سي فياتهم بأشياء وهمية بمهارات وهمية، فنحن اليوم بحاجة لمهارات حقيقية، وصدقيني اللي عم بيروح يعمل مقابلة وهو عنده مهارات حقيقية صح. دائماً عم يحصل على فرصته عاجلاً أم آجلاً. صح نعم. طب سوزان اليوم كتير من الشباب حتى ما بيعرفوا يسوقوا لنفسهم حتى بمقابلات العمل، وكتير عم نشوفه مع أنه بيكون أكاديمي وعنده خبرات وعنده مهارات لكن ما بيعرف يسوق نفسه أو يقدم نفسه بطريقة صحيحة. كمان خلينا نحكي عن هي النقطة بالتحديد لأنه كمان كتير من الشباب عم يصير عندهم أحباط من هاي القصة. هلا هون في عندي حالتين، حالة تسويق هو عنده مهارات تسويق ولكن محتواه فارغ، أو هو عنده محتوى حقيقي ولكن ما بيعرف كيف يقدم حاله بشكل صحيح. بعتقد الحالتين لازم يندرسوا لأنه ما فينا نعمم. اليوم لما أنا بعلم الشاب كيف يسوق عن حاله لازم أعلمه كيف يسوق عن شيء حقيقي موجود أو كيف خلينا نقول يقدم نفسه بطريقة صحيحة. فبعتقد تبدأ من دراسة الحالة، تبدأ من التدريب. الشاب عم بيتوجه لصقل المهارات العملية بسوق التدريب وليس بالتعليم الأكاديمي أو بالمرحلة الجامعية أكثر. فهو لما عم توجه بسوق التدريب المفروض هي مسؤولية الشخص اللي واقف على الستيج وعم يعطيه. المفروض يفهم هاي الحالة ويدرسها بشكل صحيح ويعرف هي شو ناقصة. إن كان هو بحاجة إلى مهارات فلازم يتسلح بمهارات، وإن كان بحاجة إلى تقديم عن النفس بشكل أصح فلازم يكسب هاي مهارات الخطابة أو مهارات التحدث بشكل صحيح. نعم نعم. يعني يمكن مفهوم الريادة المجتمعية هو أهم مفهوم هلا نحن منركز عليه لأنه الشباب يعول عليهم بالفترة القادمة. هلا بيقول والله عم نحكي عن سوق العمل وما في عمل، لا حيكون في عمل لأنه ما بعد الحرف يعني مرحلة أكيد في عمل للي بده يشتغل على فكرة، يلي عم يدور على عمل، اللي عم يدور على نفسه، اللي بده يشوف ذاته. فخلينا نحكي نحن عن الريادة المجتمعية، كيف يعني بنقدر ننهض بهذا الشباب ليقدر هو يحقق الهدف يلي هو بده يشتغل عليه. يعني طبعا لا شباب سوريا هن اليوم إذا كانوا برسنتج ل 40 إلى 50% فهن 100% من المستقبل.
فبعتقد التركيز على الشباب هو ضمان مستقبل أفضل للبلد. صحيح. نحن اليوم لما منعلم الشاب يكون رائد بمجاله أو رائد بمجتمعه، بعتقد لازم ندرس الشخصيات اللي عندها ميول للقيادة. الرغبة في القيادة أو الرغبة أو شخصية القائد هي لا تتجزأ عن شخصية الرائد في العمل. حلو. فنحن المفروض أنه نأهل هاي الطاقات ونعطيها فرصة ونعطيها ثقة بنفسها ونعطيها مهارات حقيقية. بعتقد بهالطريقة نحن فينا نوجه لريادة حقيقية. بس برجع وبقول لازم ما نطبق مبادئ الريادة المثالية أو العالمية على واقع مختلف عن هاي المبادئ، مشان ما يواجه الشباب صدمة 100% ويتجرد من كل طموحه وآماله. طب أنت الأخطاء الشائعة اللي عم تشوفيها أكثر شيء موجودة عند الشباب، خاصة مثل ما قلنا بدنا نقي الشيء الريادي، يعني خلينا نحكي إياه كمان، شو عم تشوفي أخطاء شائعة حابة تصححيها مثلا؟ أخطاء شائعة وكثير منتشرة حاليا، إنه أنت أي شاب بتقابلي نموذجين، إما فاقد للأمل بشكل كامل، محبط أو عنده طموح بس لكن خيالي. طموح خيالي يعني ما في النظرة الواقعية. صحيح. للأمور وما في تحديد لأهداف فعلية. يعني نحن كل الوقت بس عم نطمح، أوكي شو طموحك؟ طموحي افتح 25 شركة عالمية أعمل فيها كل المجالات. هذا الشيء ما أنا واقعي. أنا اليوم لازم أبدأ بستيب، أوكي حط سقف، مو غلط أنه نحن نحط أحلام وأهداف كبيرة، لكن هاي الأحلام والأهداف الكبيرة لازم أنا جزئ منها جزئيات لأوصل له. تاني شيء لازم واكب اللي عم بيصير وطور من مهاراتي بشكل مستمر. تمام. والشباب عندهم أفكار مثالية أنه الناس اللي عم ينجحوا هن ناس محظوظين، وهذا الشيء ما أنا واقعي نهائيا. الأشخاص اللي عم بتقوم بأعمال هلأ واللي عم بتدير أعمال هي عم بتعاني من ضغوطات يومية بشكل فظيع. فأحد الأسباب المهمة اللي بيلعب دور كبير بهذا الموضوع أنه نحن ما عم ننقل واقع العمل الفعلي بالأعمال الخاصة أو بأعمال whatever، يعني ما عم ننقل الواقع الفعلي اللي عم بيصير جوا. نعم. يعني صورة مثالية دائما. يعني. صحيح. سوزان يمكن ذكرتيني بقصة بين الشباب الطموح وفاقد الأمل، بين الشاب اللي بيجي مثلا بيسألوه أول سؤال لزينب بيقولوا له قدي الراتب اللي بدكم إياه، أو بيحط لهم راتب كمان خيالي، يعني يمكن ما بيتناسب مع مو بس الشركة، مع الواقع اللي نحن فيه. فدائما خلي شوي كمان الأمور شوي واقعية. يعني بس الشاب بده يعمل مقابلة عمل في أسس معينة، مثلا وقت يسألوه على الراتب، خلينا نحكي هيك علنا، وقت يسألوه عن الراتب قديش بتتوقع راتبك، جوابه هو أحيانا يا بيقولوا له ايه تعال نوصفك أو لا، أو مثلا بيقولوا له بيسألوه عدة أسئلة، أحيانا بيقع بالفخ، حرام بيكون أول مرة هو عم يعمل انترفيو خلينا نقول، فبيقع بالفخ. شلون كان يعني لازم تكون هيك أجوبته كمدربة؟ هذا السؤال بعتقد على حسب سياسة الشركة وعلى حسب منهجية الشركة. أحيانا يسأل من قبل مدير الموارد البشرية بهذا السؤال بيكون لسبب اكتشف هذا الشخص مادي أم مهني أو واقعي أم غير واقعي. هذا السؤال له سبب فعليا. لما نحن نشوف الجواب وبيوصل لي رسالة عن مكنون هذا الشخص. واحيانا في اجوبة كتير ذكية بالنسبة للاشخاص اللي لساتها هي مقابلتهم الاولى. بعتقد كمان بيرجع لسياسة الشركة. في شركات تعتمد على الخبرات الشابة الصغيرة وهي بتحب تسقلها وتنميها وتطورها. في شركات تمام حسب كمان مجال عمل الشركة يختلف. في شركات لا هي بحاجة الى طاقات لانه بيكون مجالاتها حساسة غير قابلة للخطأ، يعني مثل شركات البرمجيات او الهندسة. صحيح. غير قابلة للخطأ فحسب أنواع الشركات. نعم. سوزانا شو النصائح اللي بتقدميها لكل الشاب اليوم مقبل على الحياة العملية أو عنده أحلام طموحات حابب يحقق شيء من الشيء الريادي أو حتى يطور مهارات تدريبه ويسقله، شو بتنصحيهم اليوم؟ هلا بنصح بالصلابة، هي أهم نصيحة بعتقد نحن كتير غايبين عنها. وبالصلابة إنه قد ما قدموا فشل كمان، لانه انا اليوم لما بدي فوت مجال العمل دائما انه فكرتي المزروعه او المرسخه عنا بشبابنا عن العمل انه هو مكتب وانا بقعد ورا هذا المكتب وحيوصلني راتب خيالي، بينما انا فقط عم بقوم بادخال بيانات مثلا. واقع العمل لا يتناسب مع هاي الافكار. بعتقد نحن المفروض كثير نطمح وطموحنا يترافق مع مهاره فعليه.
طموحنا يترافق مع مجهود فعلي. فهي النصيحة أنه نحن اليوم نأخذ الحياة على محمل جدية، لأنه نحن لازم نحقق السبب اللي خلقنا من أجله، واللي هو أنه نعمل. نعم سوزان، بدنا نشكرك كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبدنا ايضا نقول لك كل عام وانت بخير. شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله يكون كل الشباب استفادوا من كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك. ما هلا زينب صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنطلع على اخر الاخبار اللي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا هديل علي. كل عام وانت بخير هديل، وصباح الخير. صباح الخير سالي وزينب، صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. موجز لأخر وأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. استشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات التنظيمات الإرهابية بمنطقة السلمية بريف حماة الشرقي. مصدر طبي في مشفى سلمية ذكر أن 18 مدنيا استشهدوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بسيارتين في محيط وادي العذيب. وبين المصدر أن إصابات الجرحى خطرة وتتم معالجتها في مشفى السلمية. من جانب آخر، أفادت مصادر محلية لمراسل الإخبارية بانفجار دراجة نارية مفخخة على الطريق بين بلدتي كالجبرين وجاز في محيط مدينة عزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة 8 مدنيين بالجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة. استشهد ثلاثة صيادين فلسطينيين جراء قصف بحرية الاحتلال الإسرائيلي مركبهم في البحر جنوب قطاع غزة المحاصر. وذكرت وكالة معا أن بحرية الاحتلال استهدفت بصاروخ مركب الصيادين الثلاثة قبالة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهادهم. ألقت القوات العراقية القبض على متزعم في تنظيم داعش الإرهابي جنوب العاصمة بغداد. وقال جهاز الاستخبارات بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأهداف المهمة جدا خلال عملية استخباراتية دقيقة في منطقة الدورة، مشيرا إلى اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بعاشور الذباح المسؤول السابق عن خلية الأعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة رفع الولايات المتحدة عقوباتها غير القانونية عن إيران بشكل كامل وفعال كشرط لتراجع إيران عن خفض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي الموقع معها. وقال ظريف خلال لقائه اليوم نظيره الإيرلندي سيمون كيفيني إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبدئية بشأن ضرورة رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل وفعال كخطوة تؤدي إلى عودة إيران عن خطواتها التعويضية. الموجز انتهى، عودة إليك سالي. شكرا لك زميلتنا هديل علي من غرفة الأخبار. مكفين معكم مشاهدينا أنا وزينب بآخر فقرة، وفقرة كتير مهمة. هلأ زينب وصلنا، هي دائما الصبايا والشباب بيسألون عنا سالي، وهي محطتنا لليوم، لكن رح نتطرق فيها لموضوع يمكن هلأ الكل بلش بقى بالحميات الغذائية ليزبط جسمه بعد هالشتاء للصيف. أكيد كتير من المتابعين وخصوصا الصبايا عندهم كتير من الأخطاء باتباع بعض الحميات الغذائية. اليوم رح نتعرف على هي الأخطاء اللي ممكن ما تنجح هي الحمية الغذائية، وبالتالي ممكن تصيب أشياء تانية أو يمكن ما تعطي النتيجة المطلوبة للصبايا. أكيد مع استشارية بعلوم التغذية إيفانا اليوسف. صباحك إيفانا، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. يسعد صباح. وهلا حبيبي. يسعد صباحك إيفانا. يمكن هاي الفقرة هيك أهم فقرة، لأنه كلنا بعد ما هلكناها لإيفانا تحت الهواء هلكناها.
فكل العالم هلا بتكون عم يعني نازله اكيد يلا بتخبي بهالجاكيت الطويل ما ببين تحت الورك الجاكيت ما في مشكله، ولكن هلا نحن بلشنا هيك بفتره بفصل الصيف، فموضوع الحميات الغذائيه جدا مهم. هلا كنا عم نحكي تحت الهواء عن الحميات الغذائيه الخاطئه يلي بيتم فيها تنحيف الجسم بشكل بينحف الجسم، ولكن قالت زينب كلمه من لقمتين رز ممكن يرجع ينفش ويسمن. خلينا نحكي عن الحميه الغذائيه الصحيحه والفترات تبعها يعني كيف بتكون. هلا اهم شيء قبل ما نحن نبلش باي حميه غذائيه في مجموعه تحاليل لازم نعملها، اذا كانت هالتحاليل طبيعيه معناتها نحن فينا وقتها نعمل الدايت واصلا ننحف بسهوله. شو هن هاي التحاليل؟ عندك فيتامين د، ما نرجع للعيله اذا عندهم غده بدنا نعمل قصور غده لانه بياثر، كمان بدنا للصبايا بدهم يعملوا ايكو للمبيض لانه التكيسات بتاثر على زياده الوزن او ثبات الوزن. هلا اذا طلعنا نحن ما في شيء طبيعي كل الموجود مع يطلع نقص فيتامين د اكيد نحن عالجه، المهم نحن عم نعالجه حتى لو نحن عم نعمل نظام غذائي، متى ما عالجناه رح تصير تنحفي، بعدين نحن بنضل بطريقه مده طويله عم نتعالج وبنفس الوقت عم نعمل دايت، يعني ما في شيء بخوف، في كثير مرضى بيجوا لعنا بيقولوا لنا إيه انا معي نقص فيتامين د، انا معي غده، شو يعني؟ لا خليني اعرف انه معك لحتى اعالج لك، مو انت عم تعمل دايت وانت معك هاي الشغلات وانا ما عم بعرف انه ليش ما عم تنحف. النظام الغذائي الصحي هن عباره عن 5 وجبات لا يتعدى 1500 حريره، هذا اللي بده ينحف طبعا، يعني فطورك غداك وعشاك وجبتين خفيفات 1500 حريره نحن بنوزعهم ما بين النشويات والدهون والبروتينات والخضار والفواكه. هي حسابات نحن بشكل عام اخصائيين التغذيه هي اللي بيعملوا، طبعا مو كل الاشخاص عندهم 1500 حريره بس المتعارف عليه من 1200 و1500 لينحفوا. كمان نحن ما ناخذ بعين الاعتبار النشاط والعمر والجنس انثى ولا ذكر، وهذا كله الى حسابات. طيب كنا عم نحكي تحت الهواء يمكن في شيء اسمه تقليل الحريرات او السعرات الحراريه مثل ما بنقول، لكن هذا الشيء مرتبط، بعض الناس عم تعمل فيه خطا مرتبط نوعية الطعام ولا كمية الطعام، خلينا نوضح هي القصة لأنه هذا من الأخطاء الشائعة. يعني أنا ما باكل صحن رز مثلا في إلى تحديد مثلا كم معلقة الرز قد ايه بالأسبوع لازم آكله، الخبز قد ايه بالأسبوع، في أخطاء شائعة عم تسبب أمراض نقص فيتامينات لبعدين بالحميات الخاطئة. صحيح إيفانا. صحيح. هلا نحن مثل ما قلتي أنت في شغلتين لازم نعرفهم، هي الكميات ولا النوع؟ لا هي الكميات والنوع، بس شو بقصد بالنوع؟ إنه فيك تاكلي كل شيء، النظام الغذائي مو تنحرمي والله ما أكلت سكر والله ما اكلت خبز، غلط. الخبز نحن بناخذ او النشويات هو نوع من انواع النشويات بناخذ الطاقه منه، النشويات هي الرز والمعكرونه والخبز والبطاطا المسلوقه وهدول القصص نحن بحاجه لها. طيب معناتها انا لما بحرم حالي بعض المصادر الغذائيه رح ينتج عندي نقص بالفيتامينات الموجوده بهالاكلات اللي حرمت حالي فيها، انا بعدين ما بصير ضل على نوع واحد، انا بدي نوع لانه جسمك اذكى منك، متى ما ضليتي على سعرات حراريه قليله وحرمتي حالك شو بيعمل؟ ما عاد يحرق مثل قبل. هلا نحن لا اشرح الموضوع، نحن هلا انا ماني عامل دايت، جسمي عم يحرق الاكلات اللي عم باكلها، تمام؟ هلا لما بدي اعمل دايت جسمي شو راح يعمل؟ راح يقلل من الحرق، لاني انا حرمته مثلا الدهون الدسم اللي عم باكلها، فصار بده يحافظ على اللي موجود وبرايه انه هذا الشيء صح. فرجعتي انت قللتي ما عاد حرق، رجعنا على نظام حياتنا وقفنا الدايت الخاطئ، شو راح يصير فينا؟ جسمك ما عاد يرجع يستقلب، ما عاد يرجع يحلو ويحرق. فبتلاحظي في كثير انظمه غذائيه انا نحفت عليها 10 كيلو طار عقله هاي الخاطئه طبعا. بعد ما وقف رجعت 20 طبعا. صحيح. لانه دوبل عندك قصه الاختزان الدهون الحرق ما عاد ينحرق مثل قبل، وخد عاد بقتش بدك لترجع استقلابك بالرياضه وبالاكل. صحيح. النظامي وقد ايه بده كم سنه، هذا كله خاطئ. نظام الغذائي مو تحرم حالك، تعرف كم قديش لازم تاكل، شو النوع، استبدال الشغلات الدسم بشغلات نفسها بس اقل حريرات واقل دسم، بس هو هيك. صحيح. يمكن حكيتي دائما بتحكي ايفانا شغله انه 5 وجبات وقت يسمعوا 5 وجبات انهم بيتفاجئوا، 5 وجبات ودايت، اي 5 وجبات ودايت، يمكن الكميات بتحدديها، وايضا مثل ما ذكرتي ممكن بدل الرز يلي بالسمنه نعمله بزيت المازولا، قد ايه مهم ايضا تقسيم هدول ال5 وجبات ونحكي لهم نرجع على مشاهدينا عنه. كثير مهم انه نفطر ونتغدى ونتعشى وناخذ وجبتين خفيفات، ليش؟ لانه انت كل ثلاث ساعات سوري لازم تاكلي لحتى جسمك يستقلب، لما انا بدي اكل وجبه واحده او وجبتين، جسمك رح يعمل شيء بنقول له بلوك، يعني انت طول النهار مانك اكله اكلتي لي هالوجبه، طب هو شو بده يلحق ياخذ منها العناصر الغذائيه اللي بحاجه لها الطاقه لحتى تكملي حياتك، فبيعمل ما عاد يحرق مثل قبل، انا ممكن كنت احرق 500 حريره مع الوجبه واحده او وجبتين بس بيحرق 100.
200، هذا الشيء اللي بيكتنز عنا الدهون بصير الجسم ما بينحف ابدا. بعدين انت ما بصير تنقصي ولا مصدر غذائي من الوجبات الخمسه، عشان ما يصير عندي مشاكل، يعني ينزل السكر تبعك بعد فتره، تلاقي حديدك نقص بعد فتره، فيتامين د اوريدي نحن عندنا في خلل، يصير عندي مشكله، بعدين فيتامين د صار عندي هشاشه عظام، صار عندي مشكله بالغده، صار عندي كثير قصص ثانيه وكل هالامراض الثانيه. فما بيصير الفطور لازم يكون في خبز، الرز على الغداء، على العشاء ممكن تاكل سلطات او بنرجع ناكل طبعا خبز مقسم بكميات، نرجع خبز وحواضر، الفواكه ما نكتر منها، الفواكه كمان بتعمل زياده وزن، فحصتين باليوم لانه السكر الفركتوز تبعه زيادته بيصير عندي بجسم الانسان مشاكل ثانيه بالسمنه. نعم نعم. ايفان، كثير من الحميات اللي هلا دارجه اللي عم يتبعوها بعض الصبايا والشباب، الكيتو، الصيام المتقطع، مثل ما قلتي النوع الواحد مثلا لمده اسبوع، حميات كثير متعدده الاسماء، ممكن تنجح على اجسام بعض الاشخاص وبعض الاجسام تعطي شيء سلبي. فخلينا نحكي عن هي الحميات كمان، هل هي صحيحه او بتفيد يعني بهذا الوقت؟ هلا انا رح اقول لك الحميات اللي منها خزعبلات الدايت، نحن حميه الكيتو، الحليب والتمر او اللبن والتمر، الملفوف، حميه السعرات الحراريه جدا قليله اقل من 1000، وممكن احيانا اصلا تعمليهم سوائل يوصلوا ل 500، حمله اللو كربوهيدرات، حمله الهاي بروتين، هدول الحميات من اخطر الحميات واسوء الحميات. النظام الغذائي برجع باكد بروتين، نشويات، خضار، فواكه، وحتى دهون موجوده. فانت لما انت بتاخذي نوع واحد مثلا الكيتو اللي هو 70% دهون، 20% بروتينات و10% كارب، فجسمك نحن بناخذ الطاقه من الكارب، جسمك شو رح يعمل؟ رح ياخذ الطاقه من الدهون. في شيء اسمه كيتو بالكبد، كبدك رح يتعب بعد فتره. بتقولي انا طب انا عامله دايت وعم بلعب رياضه، ليش هالانهيار بالطاقه؟ طبيعي هذا الحكي، لانه انت طاقتك كل فيزيائيه جسمك، كل طريقه شغل جسمك صارت خاطئه، تنحفي. بس لما انت بتوقفي بتلاقي العمل رجعت سمنت، لانه برجع من اخطاء هذا اللي بتصير، اخطاء النظام الخاطئ. بالاضافه لانه ليش كل العالم اخذ سرعه الكيتو وطاير عقله؟ فعلا نحن اشخاص بنحب الاكل، والكيتو فيه اكل، يعني فيه صح، حرمتي حالك الخضار عم تاكلي دسم تمام. في ناس ما بتحب الخضره والفواكه، فاجاهم الكيتو دواء، فانا باكل وهي اللحم المقدد واللحم والدهن، غلط 100%، وبتكون عندك سلوليت وبصير عندك خساره بالعضل نحن اللي هذا ما بدنا اياه، يعني تجلطات الدم كمان، يعني عن جد تجلطات طبيعي لانك انت عم تاكلي دهن. يعني اصلا هو ما انعمل للاشخاص للدايت، هو انعمل مثل ما كل العالم بتعرف للصرع، فلما شافوا الاشخاص اللي معهم صرع عم بتخف نوبات لانه فيه بيض معش، فعنده مشكله بالاعصاب، خفت نوباتهم بس لقوا انه نحفوا، قام العالم الثانيه صارت يا سلام لقينا شيء بننحف يلا ناخذه. حتى اللبن ولا التمر، اوكي اللبن ولا الحليب فيه فوائد والتمر فيه فوائد، بس ناقصك النشويات، ناقصك البروتينات بكميات كبيره، اللحميه النباتيه، طيب في مشاكل ثانيه؟ ولا شوربه الملفوف بتعمل لي مشاكل بالجهاز الهضمي؟ هدول خاطئين، هدول انظمه غذائيه ابدا ما انا جيده. اما الوحيد المتعارف عليه والشيء الجديد هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هو لازم يكون روتين حياه، اللي هو بيعطيكي نفس الشعور تبع الكيتو بس بشيء صحي، انت من 12 ل 6 عم تاكل اللي بدك اياه او السبعه، تمام كوجبات، طبعا مو اللي بدك اياه كمان سندوتش همبرجر ومدري مين، لا اكيد لا، يعني الشغلات اللي هي موجوده بالبيت، وبنفس الوقت عم تقطعي هالكم ساعه وعم تشربي المشروبات، بالعكس جسمك بيكون مرتاح، رح تحرقي، رح تنحفي، مانك حارمتي بشيء، حتى لاحظوا جدودنا كانوا بعد الستة سبعة ما ياكل تمام، هذا الوحيد الصحي. برا بس كمان في اخطاء الصيام المتقطع، بلا شو الفاستنج بيقولوا بياخذوا وجبه واحده خلال 6 ساعات المسموح او 7 ساعات، كمان خطا، رح جسمك يعمل بلوك. يعني قبل ما تبلشوا نظام غذائي في اخصائيين تغذيه روحوا لعندهم، ما تروح لعندهم، خذ بس اول المعلومات لازم تاخذها وبعدين كمل لحالك. صحيح، يعني يمكن حكيتي نقاط كثير مهمه، يمكن اخطاء شائعه وحميات غذائيه، يعني جارتي عملت حميه نحفت، لازم انا تماما، ممكن يكون جسمها غير جسمي، ممكن يكون الدهون عند المتوضعه غير الدهون عندي، فقديش مهم ايضا انه كل شخص بده يعمل حميه غذائيه يستشير حدا صح ممكن يفيده. حكينا مره عن الفواكه، دائما بتفضلي الفواكه تتاخذ فواكه مو عصير، قد ايه ايضا هيك مهم انه ناخذ الالياف مع الفواكه؟ هلا اول شيء مثل ما قلتي ممكن نحن بعمليه العصر الفوائد والفيتامينات والمعادن تبعتها، بنفس الوقت يصير عندي ضرر بالالياف. الفواكه يفضل تاخذ قطعتين كاكل اصلا بتشبعك. هلا
قطعه فواكه نص كاسه عصير، فانه بتفضلي اكيد قطعه فواكه لانه بتشبعني اكثر. نص كاسه العصير صح فيها فوائد بس ما رح يكون بتشبعك. نحن احيانا بننوع لهم نحط لهم عصير مزبوط عشان ما يملوا من قطعه الفواكه بس بتكون كميتها اقل. طيب ايفانا، يعني بظل اليوم كل الشباب مقبلين بقى بعد الشتاء والدسم والحلو بدون يزبطوا جسمهم، في عندهم اشهر معينه في رمضان كمان، كيف في الواحد يستفيد من هي المناسبات بتخفيف الوزن؟ ومثل ما قلتي دائما انه يصير نمط حياه، نحن مشكلتنا بالالتزام، يعني نحن ما بنلتزم نحن شهر شهرين اسبوع خلاص ما عاد بنلتزم، فكيف الواحد في حول هذا النظام لنظام حياه صحي؟ هلا اول شيء هو مثل ما قلنا مال الحرمان، يعني بدل ما انت تاكل مثلا سكر ابيض، انا بعمل شيء بالتمر، بعمل شيء بالفانيليا اللي هي الشيء الصحي، بدل انا ما اعمل بطاطا مقليه انا بشويها او بسلقها لانه مفيده. الرز فيك تاكله بدل ما اكل صحن رز ممكن اكل 15 معلقه رز، اوكي، بدال السمنه بحط فيها شويه زيت. هي بدنا نغير بس الشغلات بدائل صغيره تمام اللي عم تشتغلها. الخبز الابيض مثل الخبز الاسمر بالسعرات الحراريه، اوكي، بس الخبز الاسمر بشبع. يعني خبز الشوفان شو وضعه؟ كمان خبز الشوفان ممتاز، لازم تاخذي اضبط من الخبز الابيض. ليه؟ بس هن كلهم قريبين بالسعرات الحراريه. بس انا بشبع، يعني بشبع بدل ما اكل رغيف خبز ابيض باخذ هالقد الاسمر شبعت. فهو فقط الكميات والتنوع والتبدل، يعني فنحن ما متى ما بدلنا ولقينا النتيجه هي اهم شيء. بعدين بدنا نصبر، انا مو باسبوع رح انزل 10 15 كيلو، لا، هدول دهون انت معبيهم لك 10 سنين باسبوع بدك تنزله. صحيح، بدنا نصبر حتى بالرياضه بدنا نصبر، متى ما صبرنا رح نلاقي النتيجه. وبدك تتعذبي شوي بعدين الامور كلها بتكون سيف سايد. برمضان بدل ما اكل هالحلو اللي بعد الافطار، بدل ما اكل بس فطور وسحور، بعدت الوجبات، بنوع بالاكل، اوكي انا باكل حلو، بجيب الحلو العربي كلنا بنحبه، بخلي حدا شيرنج معي، بنقطعها بلا القطر، بنقطعها انا وياه بناكله، بنعمل حلو بالفواكه، بنعمل حلو بالبيت، ويفضل عن الحلو مثلا، بنغير روتين حياتنا شيء بسيط. هلا كل العالم بتقول ايه ما بدي صعب، ايه انا ما فيني اكل. ما فيك تاكل، اولا واخيرا الاكل ما بيهرب بس صحتك بتهرب. صحيح. إيفانا بدنا نصائح لكل اللي عم بيتابعنا هلا ولا كل حدا حابب ينحف، هيك شو نصيحتك لألون؟ كثير مهم، نحن مثل ما قلنا خمس وجبات لا يتعدى السعرات الحراريه. والمي، المي إيفانا دائما المي ممتازه طبعا. كنت جاي اقول عنها المي 7 ل 8 كاسات بالنسبه للنساء، 9 ل 13 كاس بالنسبه للذكور. طبعا بالصيف غير الشتي دائما بيكون قليل. انا بدي انبه على شغله، احيانا نحن بالشتويه بنلاحظ على شغله انه نحن بنشتهي الحلو. صحيح، نحن ما عم نشتهي الحلو، هذا خاطئ. نحن عم نشرب، اشربوا لي مي. والحلو اصلا زيادته شو بتعمل؟ ممكن تعمل لك زياده الوزن، زياده الوزن هي اللي بتعمل السكري كمان، هذا غلط. نحن بنعمله بقول لك ايوه اذا اكلنا الحلو بصير سكري، لا لا، هو النوع النمط الثاني هو ناتج عن شيء اسمه مقاومه الانسولين، ناتج عن زياده الوزن اللي عم ناكل منه الحلو. انت بيحق لك سكريات تاكل 10%، هال 10% والسكر ابيض بدك تاخذيها من النشويات ومن البروتينات ومن الخضار من كل شيء، من الفواكه، معناتها ما لازم تاكل سكر ابدا. يعني خدها من الفواكه، خدها من الاكلات الثانيه، لانه السكر هو العدو اللدود للكالسيوم، للضغط، للسكري، سيء جدا. لا تقربوا على السكر، خذوا لي اياه من الفواكه يفضل احسن. هي اهم شيء بالنسبه للشتويه. نحن ليه عم نسمع انه عم ناكل سكريات؟ لانه احنا ما بنشرب مي، بالشتاء بننسى نشرب مي، لما بتشرب كاسه مي رح تنتبه اني انا ما بدي سكريات. من عوضة بالمتة وبهدول تمام، بس الجسم اعطاك ايعاز خاطئ، بدل ما اعطش مثل الصيف انا اشتهيت الحلو. متى ما شربنا مي، متى ما عملنا خمس وجبات، متى ما كانت سعراتك 1500 حريره ولعبنا رياضه، فانت بالسيف سايد انت رح تنحف وما رح تسمن. وبليز ما تاخذوا النت كدايت، ما تدقوا لفلان تقولوا لي دايت، ما تروح لعند اشخاص ما لهم فعلا هن اخصائيين تغذيه، لانه هذا اللي هو سبب المشكله عندنا. صحيح صحيح. ايفانا يعني كثير معلومات قيمه اعطيتينا اياها، وان شاء الله كل اللي عم يتابعنا ينحف يا رب، احلى دعوه. واكيد دائما بنقول انه اي خلل او حسوا انه معهم مشكله معينه دائما يستشيروا هيك خبير تغذيه حتى يقدروا فعلا يكملوا صح ويصير نمط حياه مثل ما دائما بنقول. ايفانا كل عام وانت بخير مره ثانيه. شكرا، شكرا لوجودك معنا. شكرا. ايضا نشكرك ايفانا على وجودك معنا، وبدنا نعمل كمان حلقه عن العالم اللي بدهم يسمنوا. يعني بنشوف على النت عالم بدها تسمن، عن جد لازم هدول اصعب من اللي بدهم ينحفوها. خلص معناتها قلنا موضوع عن هدول العالم. شكرا كثير لك، وكل عام وانت بخير مره ثانيه، وان شاء الله هيك تكون لنا وقفات ثانيه بحلقه اكيد ان شاء الله. اهلا وسهلا.
وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم سالي، كان معنا كثير من السيدات المتميزات بعدة مجالات ضمن صباحنا لليوم. أكيد بنتمنى لكل نساء العالم ونساء سوريا بشكل خاص، أمهات الشهداء الجرحى، النساء القادرات، العاملات، المتحملات، الصبايا الأكاديميات اللي عم يشتغلوا، ضلوا فعلا عندكم إرادة، أنجزوا حققوا ونجحوا وتعلموا وكونوا أوايا بهذا المجتمع. وأنا بتمنى دائما المرأة تأخذ حقها بكل مكان وخاصة بسوريا، إن شاء الله نشوف قوانين أيضا تنصفها قادمة بالمستقبل. من مطعم برلند نقلكم تضلوا بألف خير، وكل عام وأنتم بخير سالي. كل عام وأنتم بخير زينب، بنتمنى لمشاهدينا بقية نهار يحمل كل الأمل بغد أجمل. بدنا نعايد جميع نساء العالم، بدنا نقول لهم كل عام وأنتم مو نص المجتمع، كل عام وأنتم المجتمع بأكمله. حلقة مميزة وخاصة من مطعم برلند، من اليوم لبكرة الساعة 9، تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.